الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تتم لما بدأنا في الأمس، وليس من الأمس بل تتم لما بدأناه من أول اللي حدث ريال. اليوم جمعية الحرب الأخضر لها زيارة إلى مركز استقبال التنجيم للناس أو الأشخاص بدون مأوى قارة هنا في مدينة سالة. واليوم إن شاء الله تعالى هي قيمة وجبة غداء مع تلاوة إن شاء الله والدعاء للملك صغير ريان إن شاء الله تعالى، تصدق إن شاء الله عن روح ريان اللي كنت منه ربي أنه جعله طيرا من طيور الجنة، وأننا يصبرنا على الفراق ديالو. ريان اللي دائما كنقول مات ولكن ما ماتش في قلوبنا، ريان الذي لا ننساه دائما يبقى حي في قلوبنا دائما. الامر اللي كنقول ان ريان ما سميش ذاك الطفل الصغير ولكن كنسميه الاستاذ الصغير اللي في 5 سنوات علم دروس اللي يلزمها سماحنا اولا كشعب مغربي وانسانيه ككل. فهذا الشيء كيفرح اولا ان المغربي المغاربه هما شعب واحد، المغاربه هما شخص واحد، فكنبغيو نبقاو على هذه الوحده ديالنا ونبقاو على هذه الانسانيه. الوطن الملك، فعاش الملك المجتمع المغربي ككل. شكرا لكم. شكرا اخويا. سارة الزهري، عضو بجمعية القلب الأخضر. أولا شكرا لجمعية القلب الأخضر اللي منحت لي هذه الفرصة ديال الانخراط أنني نكون عضو معهم. فالحمد لله اليوم ثاني نشاط اللي هو عبارة عن صدقة جارية لريان ابننا ريان، اللي جا عن عبارة عن درس عطانا بزاف صراحة، ماشي غير درس واحد، عطانا بزاف ديال الدروس، تضامن، المحبة. فكان بزاف ديال الناس بعاد وجاو باش يصليو عليه، باش يكون داك التجمع، باش يشوفوا الجثة ديالو. قلوبنا كانوا معاه في ديك 5 أيام اللي كان في البئر. فالحمد لله وفقنا الله باش نديروا ليه هاد الصدقة، وخا هي قليلة في حقه. ريان جا عندنا، الله يتقبل منا ومن جميع المسلمين، الله يجعله لطيف طير من طيور الجنة يا رب. جمعية القلب الأخضر اليوم نفرحوا الناس في مركز المسلمين. هذا الشيء كامل درناه ترحيما على الطفل ريان الله يرحمه، والله يجعله إن شاء الله في الجنة ويلقاه والديه في الجنة. وإن شاء الله نطمحوا أننا نزيدوا بالجمعية القدام كاملين يد بيد، والله يسر الأمور لنا كاملين. وشكرا لكم حتى أنتم حيت جيتوا وشرفتونا، وشكرا بزاف. وعاصما سيما عاسيت وتولى ناسما تولت ارضى، ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت. اللهم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم المرحوم ريان، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اقبله من الشهداء واحشره